مشاهدينا وإلى فلسطين، حيث كشفت مؤسسة إسرائيلية عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في شرق مدينة القدس المحتلة، محذرة من أن كل الخطط الاستيطانية في القدس تعمل على تقويض الاستقرار في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن الخطة الأكثر ضررا من حيث إمكانية الوصول إلى حل الدولتين، حيث من المخطط أن يتم بناء حي جديد بحوالي 1500 وحدة استيطانية. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من الخليل السيد عبد الهادي حنتش، الخبير في شؤون الاستيطان. أرحب بك سيد عبد الهادي. إذن على قدم وساق سلطات الاحتلال تقوم بإنشاء المستوطنات في القدس المحتلة ومحاصرتها، إلى أين وصلت في ذلك؟ سيد عبد الهادي. نعم، هذا المشروع الاستيطاني الآن هو عبارة عن بناء مستعمرة جديدة تسمى قفعات هامتوس. يتوسط هذا المكان الذي ستقام فيها هذه المستعمرة بين مستعمرة ما يسمى بهار جيلو ومستعمرة ثانية وهي مستعمرة أبو غنيم. وبالتالي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد من وراء ذلك هو إغلاق كل المنافذ في محيط مدينة القدس، بحيث أن هذه المستعمرة الجديدة تقع شمال بيت لحم، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إغلاق هذه المنطقة بين بيت لحم والقدس وعمل حزام من المستعمرات الإسرائيلية. لأن الاحتلال الإسرائيلي عندما يغلق هذه المنطقة هو عبارة عن عملية فصل كاملة لمدينة القدس عن جسم الضفة الغربية، وبالتالي عندما تقوم ببناء هذه المستعمرة هو باعتبار آخر منفذ يطل على مدينة القدس ويحيط وكذلك المنطقة التي تربط منطقة جنوب الضفة الغربية بمدينة القدس، وبالتالي هو يريد إغلاقها بالكامل لفرض وقائع على الأرض وفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية. طيب، لماذا تبدو مدينة القدس المحتلة سيد عبد الهادي وكأنها تواجه مصيرها لوحدها ويستفرد بها الاحتلال بهذا الشكل؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي يريد فرض وقائع على الأرض وتثبيت ما أعطاه الرئيس الأمريكي السابق الذي لا يملك شيء أعطى لمن لا يستحق شيء، وبالتالي أعطى مدينة القدس كعاصمة للكيان الصهيوني على طبق من ذهب، ولا يوجد هناك أي ردة فعل حقيقية من قبل الدول العربية وكذلك المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي أصبح صامت تماما. يعني أكثر ردات الفعل الموجودة لديه هو الشجب والإدانة والاستنكار، ومعروف أن إسرائيل لا تأبه لمثل هذه الأمور على الإطلاق، بل كذلك ضربت بعرض الحائط جميع القوانين والشرائع الدولية وكذلك قرارات الأمم المتحدة. وبالتالي أن إسرائيل تقوم بفرض هذه الوقائع ليس فقط في هذه المنطقة، وإنما هناك مشاريع استيطانية أخرى في محيط مدينة القدس تريد إسرائيل إخراجها على مراحل. نعم، أشكرك جزيلا سيد عبد الهادي حنتش، الخبير في شؤون الاستيطان، كنت معي عبر الهاتف من الخليل.